ايوه استاذ جلال، ممكن تيجي لي البيت النهارده؟ لا ماليش مزاج اروح المكتب، من فضلك تعالى لي البيت، في موضوع مهم عايزك فيه. شفت المسج وما ردتيش، يبقى اسمه ايه ده؟ كلميني اول ما تفضي. باي. أنا آسف اقتحمت بيتك من غير سابق إنذار، بس كان لازم أعتذرلك عن اللي حصل في مكتبك. اتفضلي. معلش يا ريت تنسي الموقف البايخ اللي حصل. أميرة تعالي من فضلك. أوكي. سوري يا روحي مشغولة شوية، وهخلص وأكلمك. على فكرة أنت كمان وحشني. وصلت لدالي عبد الرحمن؟ لسه بس هوصل لها. الكارت ده جه إمتى؟ ده جالك يوم وفاة لوجة الله يرحمها. طب اتفضل انت يا أميرة. انت البوب؟ ايوه اللي شغال مع عماد القط. بالظبط كده. فين الراجل ده؟ غطسان بقاله شوي. هو أنا معرفش. طب هو مغير نمر التليفون؟ يمكن. يمكن إزاي؟ أنتوا مش شغالين مع بعض؟ لا أنا كنت شغال معاه. المفروض نديم باشا مستنيني دلوقتي وفي ميعاد ما بيننا. هو أنت كل مواعيدك كده مش عارفاها؟ هو للأسف كل مواعيدي معاه بتبقى حاجة خاصة بيني وبينه. طب ثانية واحدة أتأكد. اتفضلي. مستر نديم؟ البوب هنا وبيقول ان عنده ميعاد. اوكي. اهلا. اهلا بيك يا باشا. استعد يا بطل المرحلة اللي جاية بتاعتك. خدامك يا باشا. ايه حكاية مراته دي؟ ولا حاجة يا باشا. هي فضلت تدور عليه كام يوم، ولما ما عرفتش توصل لحاجة بلغت البوليس. وبعدين؟ ولا حاجة. جه البوليس ودور في كل حتة بيروح، وسأل كل الناس اللي يعرفوه، وفي الآخر بلح. والمكان اللي كان موجود فيه؟ دخلوه يا باشا، وزي ما دخلوا زي ما خرجوا. وشلت كل اللبس وكل الحاجات؟ اطمن يا باشا، المكان اتنظف من يوميها، ما خليتش فيه الهوا. والمحلول اللي سيادتك ادتهولي رشيته على الجثة، وتاني يوم الصبح رحت اطمن عليها ما لقيتش غير شويه عظم يا باشا. وعلى بال ما مسحت البصمات وشلت كل حاجه كانت في طريقي
لقيت لك شوية العظم دابه. قال لي يا باشا المحلول ده بيتباع فين؟ يعني عشان هتجوز بنتي تتاخد مني؟ للأسف هو ده اللي هيحصل. هو ده القانون يا مدام ملك، وأنا ما ينفعش أخدعك ولا أضحك عليكي وأقولك إن إحنا هنكسب القضية دي. بالعكس القضية دي خسرانة. يعني عشان بنتي تفضل معايا ما اتجوزش، إنما رافق في السر ماشي، أتجوز عرفي برضو ماشي، لكن أتجوز كده قدام الناس زي الناس المحترمة؟ طليق ياخد مني البنت وهو عادي بقى يتجوز ما يتجوزش براحته. لا مش براحته قوي يعني، القانون 25 لسنة 29 المعدل بسنة 2005 كان واضح وصريح في موضوع شروط الحضانة دي. يعني مثلا لو مامة حضرتك كانت عايشة الله يرحمها كنا ممكن نرفع دعوة باسمها ونطلب حضانة البنت ليها، وكنا ممكن نقول إن الأب متجوز واحدة تانية وإن مرات الأب غير أمينة على حضانة البنت. طب أستاذ جلال، هو مفيش حاجة تاني ممكن نستغلها ضده في المحكمة؟ بنتي بتتعالج وعايزة عناية ورعاية وتاخد كيماوي، وده ممكن يبقى مش لمصلحته، ممكن أستغله ضده. يا مدام ملك اسمعي مني، القضية دي خسرانة خسرانة. ده كفاية إنه ممكن يستغل إن أنت سيدة أعمال وما أنتش فاضيالها، ويا سلام بقى لو معاه محامي عقر واستغل موضوع مريم واللي حصل لها مع الليسي وقال إن ده مش مستبعد إن يحصل مع البنت. طب إيه الحل؟ هو في حل واحد، إنك تقعدي مع طليقك وتحاولي تحلوها بشكل ودي. ودي؟ أنت تاني؟ هو أنت مفيش حاجة بتتحل معاك غير ودي؟ أمال أنت عايزاني أقول لك إيه؟ عايزاني أخدعك وأقول لك يلا ندوس في القضية للآخر وأجر منك مصاريف وأتعاب وإجراءات ومذكرات عمالة تتكتب وفي الآخر نخسر القضية وأرجع أقول لك ما تقلقيش لسه في استئناف ونقط؟ لا مدام ملك، أنا ضميري المهني ما يسمحليش إن أنا أعمل معاك أنت كده بالذات. طب يا أستاذ جلال قولي أعمل إيه دلوقتي؟ أتصرف إزاي؟ هو الحل الودي مفيش غيره. طب وافرض ما وافقش؟ يبقى هياخد رنا. ودي حاجة مستحيلة هتحصل. خلاص يبقى بلاها جواز. أصل الدكتور حازم راجل محترم، دكتور في الجامعة، له صايع وله بلطجي وسمعته زي الفل. ده حتى ما عندوش أي فضايح نقدر نستغلها ضده علشان نكسب القضية دي. ما خلاص بقى يا وسام بلاش فضايح. فضايح؟ وانت لسه شفت فضايح؟ اوه هنفضل على الحال ده كتير؟ انا بقى لي 4 ساعات بفاهم فيكي ومش عايزه تفهمي. افهم ايه ولا ايه ولا ايه؟ ايوه يا عمي، مين ده؟ ايه هرس اسود؟ انا وسام، انت مسحت نمرتي ولا ايه يا عمي؟ بالذمه مش عيب اللي انت بتعمليه ده؟ عيب؟ وانت اللي زيك يعرف العيب ولا حد علمه ايه هو العيب؟ مش انت يا عمي طبعا، ده الندل اللي انا متجوزاه. احترمي نفسك يا وسام بدل ما تمدي ايدك عليك. لا يا شيخ، والنبي لا توريني هتمد ايدك عليا ازاي. ايوه يا عمي، بقول لك انا كلمت خالي فرج وجدي صلاح وابو اشرف، جايين لي الليله دي البيت هنا عشان هتطلق. لا ابقى احكي لك بعدين اما تيجي، ما تتاخرش مستنياك. اوعى تنسى تجيب القايمه اللي الدكتور مضى عليها وانت جاي. كان يوم اسود يوم ما اتجوزت، يا ريتني سمعت كلامك. يلا سلام. انت فاكراني عيل صغير هتهدد باهلك؟ لا سيد الرجالة، عايزة بقى أشوف الليلة دي هتسد معاهم إزاي. وديني وما أعبد يا حازم، لفرج الخلق عليك وخليك عبرة لمن يعتبر قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. ما تخلصي بقى يا وسام. بتعمل علي أنا ذكر، والتانية اللي بتديك على نفوخك بالجزمة بتوطي تبوس رجلها عشان ترجع لك. قلت لك ما حصلش. ليه يا شيخ؟ المفروض إن أنا كدب عناية وأصدقك أنت. هي إيه؟ طنط كانت محجبة والدبوس وقع منها فأنت وطيت تجيبه لها. صحيح صحيح. ايه رايح فين؟ هي وكلام غير بواب. بقول لك وسعي. ما انتش نازل يا حازم غير اما اهلي يجوا وتطلقني. وانا مش محتاج اهلك يجوا عشان يطلقك يا اختي. انت طالق يا وسام.
بنت في كلية آداب قسم اجتماع وتكون شمال. اه وجابها لك منين دي يا ملك؟ طب خلاص اهدي اهدي اهدي، هتصرف هتصرف خلاص والله حاضر هتصرف النهارده بالليل. حاضر اوكي يلا باي باي. بنت في كلية آداب قسم اجتماع وتكون شمال ويبقى عندها استعداد انها تقبض عشان تعملين اللي احنا عايزينه. فالزورة دي هي اللي كانت بتتكلم؟ ايوه. ويا ترى بقى قلت لها اللي رامي قاله لك ولا لا؟ قصدك حكاية الليثي؟ هو كان قال لك حاجة تانية غير دي ولا ايه؟ اه لا هي ما ادتنيش الحقيقة فرصة اتكلم لانها شايطة على الاخر. يا حرام. يعني هي شايطة ما ادتكيش فرصة ولا انت اللي مش عايزة تقولي لها؟ تفرق برضه. للمرة التانية؟ ما اقولهاش ليه؟ ده انت غريب صحيح ما بتفهمش؟ هي لما تيجي انا هقول لها بس تهدى الاول. اهدي انت يا ماما كده. هدي شعورك كده اهدي كده. طيب على العموم قولي لها بقى ان انا رايح لرامي. تنسيش تقولي لها ده خلاص؟ يلا باي باي. بجد ان انت ما عندكش دم؟ يعني هي تلاقيها منين ولا منين؟ مش كفايه عليها عمها اللي مطلع عينها؟ هي ناقصاك انت كمان؟ يا عيني انت دايما قلبك عليها. خدي يا حبيبتي بصي دول شويه نعناع هدي بيهم اعصابك كده وخدي وراهم قرصين مهدي ها؟ وتسلي في دي يا حبيبتي ها؟ مش عايزه. تعالي اتفضلي يا حبيبتي خش. بيتك ومطرحك. ايه ده؟ اتأخرتوا كده ليه؟ والله احنا بعد ما خلصنا الشهر العقاري يا نادية لفينا كده على شوية بنوك عشان نطمن على حسابنا. واطمنتوا؟ ابدا. اسكتي يا نادية، اعتبري حكاية معقدة ومعقربة ومحتاجة يجي 100 مكتب محاسب. اقطع دراعي، اما كانت اختها هي عاملة الحكاية دي بقصد. جالي كلامي؟ قلت لهاش انا حاجة؟ والله يا نادية كأنك سمعاني وأنا بقول لها نفس الكلام. أختك دي مش هتورد على جنة أبداً. الله اتوقف ليه يا حبيبتي؟ ما تتفضلي تقعدي تفضلي. أنت محتاجة حد يقولك تفضلي إيه يا يا حبيبتي؟ هو أنت هنا؟ يا أخويا تعالى ارحمني من الزحمة وسوق بدالي شوية. يعني أنت مش عارف إنها جابتني على ملا وشي؟ أنا؟ لا أمي، أمي يا نادية ما أنا عارفك. شوف الراجل كأنه ما قاليش حاجة. ولا أعرفك. دي تاني مرة. معلش. إزيك يا مريم؟ عاملة ايه؟ معلش انا اسف انا لازم امشي والله جايبني كده من شغلي ست شغلي ايه؟ انا مش فاهم انت بتشتغل ايه؟ هو ايه كل ما اشوف وشي تقول لي شغل شغل؟ اقعد انا محتاجك عندي ليك مفاجأة كبيرة قوي قوي قوي. ربنا يستر. ايه ده؟ تليفونك صح؟ ليه؟ ايوه هي والله عارف انها هي عاوز تعرف انت فين وبتعملي ايه؟ سابع مرة تتصل بيها النهاردة ولا تسألي فيها، خليها بنارها كده. بنارها ليه؟ بنارها ليه؟ ما نقول لها على المفاجأة الكبيرة. ايه؟ انك لغيت التوكيل؟ هو لغي التوكيل ده المفاجأة؟ اه لا يا حلوة. المفاجأة الكبيرة قوي 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 ان مريوم حبيبتي حبيبة عمها قررت انها تعيش معانا هنا للأبد. لو النبي اعملي اللي انت عايزاه يا مريم واقعدي في المكان اللي يريحك. انت حره في اللي بتعمليه. انت مش عيله عشان افضل شايله همك طول العمر. وكفايه كفايه قوي عليا المشاكل اللي انا فيها. وبعدين انت مستعجله على ايه؟ ما انا قريب هسيبها لك مخدره. ولا انت فاكره هتجوز في البيت؟ ده انت حتى ما فكرتيش في شكلنا قدام الراجل اللي هتجوزه. وفلوسك اللي انا محافظه لك عليها لما تتاخد منك ولا يسرقها عمك اللي عامل لي فيها الصدر الحنين ما تلوميش الا نفسك. وبيخليه يطلقك من الحيوان اللي انت اتجوزتيه من ورانا. مالك يا ملك؟
ولا حاجة. ولا حاجة دي بتاعي يا حبيبتي، مشاكل. قولي لي اتفقتي مع البنت على كام؟ أنا ما اتكلمتش معاها في أي تفاصيل، أنا ما أعرفش أنتِ عايزاه في إيه أصلاً. أنتِ متأكدة الأول إنها آداب؟ لا، هي من ناحية آداب هي آداب. ما بهزرش يا مها، أنا بتكلم بجد. آداب اجتماع. ولسه بتقول لي إن دكتور حازم أستاذها؟ طب هايل. دخليها لي أوام لو سمحتي. حاضر، أوكي. طيب بقول لك إيه؟ هي رنا بتشرب أي جوس ولا في حاجة معينة بتشربها؟ لازم فريش جوس لو سمحتي. طيب مها. معلش أنا غلبتك معايا النهاردة. أصل الناني بتاعتها ما جاتش النهاردة وما كنتش عايزة أسيبها لوحدها فجبتها معايا. دي هي نورت الدنيا. ميرسي يا حبيبتي. ماشي يا مريم. أنت متأكدة إن هو ده العنوان؟ أنت هايلة. مستر نديم؟ أيوة أميرة. عنوان ده ليه يا عبد الرحمن؟ ميرسي. كنت عاوزة أقول لك على حاجة. خير. أنا في حاجة عرفتها ولو ما قلتلكش عليها ضميري هيأنبني أوي. قولي على طول يا أميرة. أنا عرفت مين اللي بيبعت الحاجات على الإنترنت صورك أنت وملك. مين؟ هي. هي ملك؟ بكرة الصبح هجيب لك الراجل اللي اديت له فلوس عشان يعمل كده. طيب هاي قولي لي، هو ده الواد محسن ابو قلب؟ الواد الاسمراني ده الرفيع ابو شعر عامل زي هو ده؟ تنفذي. بس الدكتور حازم يعني مالكيش فيه. دكتور حازم مالكيش فيه. طب وتحطيني ليه في مشكلة معاه؟ ده ممكن يستقصدني ويسقط. وماله لما تسقطي لك سنة ب50,000 جنيه؟ هتعملي ايه يعني بالتخرج؟ وبعدين ما انت شغالة اهو زي الفل. قشطة، بس كده حرام. طب نخليهم 60 ويبقوا حلال؟ 100 واعملها لك فضيحة بجلاجل. أنا مش عايزة أعمل له فضيحة. هو حتة محضر في الاسم. عرض عليك الامتحان مقابل إنه ينام معاكي وأنت رفضتي. وتجيبي لي رقم المحضر. ويا سلام بقى لو شكوى لعميد الكلية بنفس الكلام اللي في المحضر. تمام. طب مش أحسن لو قلنا إنه اتحرش بيا في مكتبه؟ واجيب لك واحده زميلتي تشهد انها دخلت علينا الاوضه لقيته زانقني في الحيطه وانا بقول له عيب يا دكتور، ما يصحش كده يا دكتور. والله فكره، بس انا مش هزود ولا جنيه. 50 كمان لزميلتي اللي هتشهد معايا. لزميلتك برضو؟ بين البيع والشري ايه؟ بين البيع والشري 60,000 جنيه، ما فيش غيرها. شرفتي. ميرسي. طب يمين تلاتة ما يكون طلائك على ايدي وبكره تشوفي. مدام الموضوع دخل تحدي كده. اهدى يا فهمي، ما تعكننش روحك. امال تعكنش روحي؟ تعكنش روحي يا ناديه بعد ما سمعت تشتكي بودني؟ انا حرامي يا ناديه؟ قالت لي متجوزاني وعارفه، شفتيني بمد ايدي واسرق حد؟ انا حرامي يا ناديه؟ ابوك حرامي يا طارق؟ لا يا بابا انت مش حرامي، بس هي ما قالتلكش انك حرامي يعني. يا ريتني ما خلفتك ولا شفت خلقتك. يا ريتني ما خلفتك. انت قاعد ودانك طرشه ما سمعتش؟ ودانك مسدوده؟ خلاص يا فهمي خلاص، ما تخليش مريم تندم انها سمعتك رساله اللي ما تتسمى.
قالت؟ قالت عليه حرامي؟ أنا أخلي مريم تندم؟ أنا؟ ده أنا بعشق مريم، بحب مريم. طب والله وريك عليها حلفان، أنا لو عندي بنت ما كنت أحبها زي ما بحبك يا مريم، والله يا بنتي والله. بس سمعيه شتمتني زي وقالت حرامي، عشان تاني مرة يبقى مركز ودانه مفتوحة ويسمع شتيمة أبوه بودنه. سمعيه يا بنتي، اعملي اللي أنت عايزاه يا مريم، وقعدي في المكان اللي يريحك، متحرف اللي بتعمليه، وفلوسك اللي انا محافظه لك عليها لما تتاخد منك ولا يسرقها عمك اللي عامل لي فيها السدر الحلو. قالت ايه؟ رشقت وجهك المرة دي؟ قالت لك ايه؟ لما عمك يسرقها اللي عامل فيها السدر الحنين، يعني انا الحرامي ابو سدر حنين، شفته؟ سمعت يا استاذ طارق؟ يبقى ركز وفتح ودانك. بعدين جرى ايه يا فهمي؟ انت هتهدي الواد ولا عايز الواد يشعللك؟ ايوه انا عاوزه يسخن هو يا نادية. يسخن هو ويسمع شتيمة ابوه. بقول لكم ايه؟ انا الموضوع ده كله كده مش عاجبني. ايه اللي مش عاجبك؟ كل اللي بيحصل ده ليه؟ مش عاجبني. يا سلام، مش عاجبك ليه؟ مش عاجبني. انت رايح فين؟ هقوم اغير هدومي وانزل اشم شويه هوا عشان اتخنقت. طبعا نعم، قومي يا مريم حبيبتي، انت قومي غيري هدومك وانزلي عشان تفك عن نفسك شويه، تلاقيكي قرفانه من كلام اختك اللي قالته لك في الرساله. قومي فك عن نفسك يا حبيبتي. يا ارض احفظي ما عليكي. داري عليا انت اللي مش داري عليا ليه كده بس؟ انا مامي ولا انا؟ لا 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 لا. ايه ده اللي ما جاتش؟ لا 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 لا، كنت ادخلها في نفسي. ايه ده لا طلعت. جود جامده. لا ورانا كمان جامده. وريني بقى، وريني يا جامد. تعالي انا هشوف لك حل مع البنت دي. طيب قبل ما اشوف حل بس عايزاكي سامع. ايه في ايه؟ عايزاكي في حاجه ضروري قوي. غير ان عمرو مشي وراح عند رامي؟ لا، في حاجة تانية. تعالي. ليسي؟ ده اللي سمع رامي لما قابل أميرة، ولما سألها عرف إن الليسي عايز يقابل نديم فخري بأي شكل من الأشكال، بس هي منفضله. وطبعا رامي اتسحب من لسانه وقال لها الليسي ده يبقى مين؟ مش عارف اذا عمل كده ولا لا. ازاي يعني؟ وينفع رامي مبقاش ابو العريف؟ بصي، عشان بس انا مظلموش، احتمال كبير مبقاش قال، لان رامي اصلا ما عندوش معلومات عن الليسي ده، كان هيموت ويعرف فينته معلومه عنه، لحد بقى ما استاذ جلال قال له ان هو جوز اختك. بصراحه يعني انا نفسي اتفاجئت، لاني ما كنتش اعرف ان مريم متجوزه. متزعليش مني، سايبينك بيتك ده اكبر غلط انتي عملتيه. انا مش فاهم يعني ايه اللي جد بينك وبين ملك، ولا انتي مدقة انها هتتجوز ولا ايه؟ والله انا ما بقتش فاهمكم. شيلي شنبك ده، شنبك. مريم اوعي تفتكري اني بقولك كده عشان انا متضايق انك قاعده عندنا في البيت، بالعكس والله ده بيت عمك يفضل طول عمره مفتوح لك. انا بس مش عاجبني ان الامور توصل بينك وبين ملك للدرجات دي. ما ينفعش تسيبي حد يسخنك على اختك، حتى لو الحد ده
يا ابن اللذين. انت اللي بتعرف الدب ده كله ازاي؟ قول له يا سيدي، قول له قلبت الدب ده كله ازاي؟ بقول لك ايه، دي ما خدتش في ايدي نص ساعة، ما اعرفش انا الواد ده بيعمل ايه للحريق. يا عم بعمل ايه؟ الحمد لله احمدك واشكر فضلك يا رب. بس المواضيع دي موهبة يا جماعة، تقليب النسوان ده موهبة، وانا الحمد لله ربنا كرمني بالمهمة دي. وطبعا احنا شركة في القصة دي. ليه يا اخويا شركة ليه؟ ايه مش كنت معاك؟ انت كنت معاك تعمل ايه يعني؟ كنت بكلم لك السكرتيرة بتاعت نديم فخري. وعلاقة نديم فخري يا حبيبي والسكرتيرة بتاعته بموضوع تقليب الولاية؟ انتوا خلاص بقيتوا عصابة ولا ايه؟ يا رب يا سيدي يا رب، انا ليه تكره؟ ليه تكره نبقى عصابة؟ لا يا حبيبي، بس انا براكوا في الموضوع ده. لا ده انت واحده معانا. يا سلام، طب حس كده بقى، دي الكليه ده دي هديه لماما. استهدي بالله، بس اديك الكليه ايه؟ اديهولك اه، بس الاول يعني خد يا ابني، خد يا حبيبي ايه؟ انزل وزنه عند الجوارب شوف يعمل كام، وانا هديك عليه خصم 50%. يا ابني بلاش، احسن تطلع الولايه مبلغه عن شويه الذهب دول. يا ابني مبلغه ايه؟ بقول لك انا رايح لها بكره الصبح. طب انا هاجي معاك اساعد. لا انا زي الفل، انا مش محتاج مساعده. اه يا ابني طبعا محتاج مساعده في بيع الحاجات دي. لما تنهم بقى؟ لا والله ما ظنش يا معلم، دي لو راحت بكل الذهب ده عشان تبيعه في اي محل لازم هتتسأل عن فاتوره يعني. اه ويوم الراجل قال لها ثانيه يا واحده ومكلم لها بوليس. وش بص، انت اسلم حاجه تعمل زي ما كنت بتعمل قبل كده على اللونج ران، حته في حته وفي اماكن مختلفه خلاص. لا بس المره دي ما ينفعش، انا محتاج الفلوس كلها مره واحده. لو قعدت ابيع الحاجات دي على فتره هتاخد فتره طويله ومش هينفع. اه طبعا، عشان البي يظبط نفسه عشان يخش على نديم فخري. وش لا انا مش محتاج ادخل على نديم فخري كده، انا محتاج ابهر نديم فخري وانا داخل عليه. يعني لازم الراجل ما يشكش فيها ولو للحظه ويدور ورايا، اي كلمه اقولها له يامن بيها، فلازم يبقى في حاجه لما كده وانا داخل عليه. هتبيع معانا الحاجه ولا انت غير لا لا خالص. اوكي طيب، بقولك ايه، هكلمك تاني يا منى. طب اقفلي دلوقتي. طب يلا باي باي باي. ازيك يا رنا؟ انت تعرفني؟ اعرفك طبعا وشفتك كمان قبل كده. انا ما شفتش حضرتك خالص. انت انكل نديم يا رنا؟ ازيك يا رنا؟ مامي بتحكي لي عنك كتير. مامي بتحكي لك عني؟ مالك في مكتبها؟ اوكي ميرسي. مامي ما بتحكيليش غير عنك. انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ لا زملكاويه. اه هنختلف بقى، انا اهلاوي. ايه ده بجد؟ اه حضرتك جيت لي المستشفى قبل كده بس انا كنت نايمه. صح صح. صحتك ازيك؟ الحمد لله. اي لاف يو. تعرفي انك جميله جدا. جدا. مامي على فكره بتقول لي كلام حلو جدا عنك. كلام حلو؟ ما قالتلكيش ان انا راجل وحش يعني؟ لا خالص خالص. هاي ملك. هاي ازيك؟ ازيك انت؟ ايه المشكله؟ تمام، لخبطه ضرب من كل حته مش عارفه الاقيها منين ولا منين. رنا هرجع لك. ها اوكي اغلبك. لا انا اللي هكسبك. اوكي موافق. اهلا بنشوف مشاكلك. مش كده؟ ما بتخلصش. ازيك يا رنا؟ ازي حضرتك؟ انت تعرفني؟ اعرفك طبعا وشفتك كمان قبل كده. انا ما شفتش حضرتك خالص. انت انكل نديم يا رنا؟ ازيك يا رنا؟ آه. مامي بتحكي لي عنك كتير. مامي بتحكي لك عني؟ مالك في مكتبها؟ اوكي ميرسي. اوكي. مامي ما بتحكيليش غير عنك. بجد؟ انتي اهلاويه ولا زملكاويه؟ لا زملكاويه. اه هنختلف بقى، انا اهلاوي. ايه ده بجد؟ اه حضرتك جيت لي المستشفى قبل كده بس انا كنت نايمه. صح؟ صح. صحتك ازيك؟ الحمد لله. تعرفي انك جميله جدا. ميرسي. جدا. مامي على فكرة بتقول لي كلام حلو جدا عنك. كلام حلو؟ ما قالتلكيش ان انا راجل وحش يعني؟ لا خالص خالص؟ هاي ملك. هاي ازيك؟ ازيك انت؟ ايه المشكلة؟ تمام، لخبطة ضرب من كل حتة مش عارفة الاقيها منين ولا منين. رنا هرجع لك. ها اوكي اغلبك. لا انا اللي هكسبك. اوكي موافق.
تعالى ما نشوف مشاكل. مش كده؟ Everything is still in peace. أنا كئيبة صح؟ قول ما تتكسفش، ما أنا عارفة نفسي. طب والمصحف؟ أنا كئيبة والمشاكل ورايا مش راضية تسيبني. إيه العبط اللي أنا بسمعه ده؟ ما مش معقول يا نديم كل ما أشوفك أكلمك في مشاكل وأنت تقول لي علي عوض. بقول لك إيه؟ ما تفكك مني. سيبني. أنا لو مكانك هعمل كده. انت ذنبك ايه كل ما اشوفك اكلمك في مشاكل؟ انت عندك اللي مكفيك، مش ناقصاني انا. خلصتي؟ لا لسه. طيب انا سامع. نديم انا حبيتك. بس انا مش هخلي حبي ده ياثر على علاقتي ببنتي. لو موضوع رنا ده ما ظبطش وحسيت انها ممكن تتاخد مني، انا اسفه.
مش هينفع نكمل مع بعض. ما فيش مخلوق في العالم هيجروا ياخدها منك، وطول ما انا موجود ما تقلقيش من اي حاجه، ومش عايز اشوف دموعك دي تاني. ها يعني مع انك بتبقي زي القمر وانت بتعيطي، قالت لك ايه الست بتاعت الضرايب؟ قالت لي انت حلاوتك طحينيه ولا طبيعيه؟ طحينيه بس؟ ده انت كل الحلويات مع بعض. عندك ايه بكره؟ مفيش. لا عندك، انا عامل ايفنت كبير في بيتي اللي في القطاميه عشان بمضي عقد جديد، وحابب تكوني موجوده عشان نسافر بقى ال 12. هعدي عليك بكره اخدك معايا وندخل مع بعض عشان اللي ما اتكلمش يتكلم. اوكي؟ مش قلت لك انك مش لوحدك يا حبيبتي؟ انا مش فظيعه، مش ممكن لوحدي والله. امسكي بكره بقى، جهز لي 5 من دول. دن. اوكي، فين الكاش؟ جاي. ايوه كده، ماشي. تومورو دن. مساء الفل يا باشا. ده العنوان بتاع الست اللي هتعرفك رشا هانم فين؟ ده إذا ما كانتش هربانة عندها شخصية. لو في المريخ بعون الله هنجيبها يا باشا. تلاقيها وتحطها في المخزن اللي كانت فيه قبل عماد ما يهربها. هيحصل يا باشا. عملت مع مراته اللي قلت لك عليه؟ اطمن يا باشا. أوامر سعادتك بتتنفذ في التو وفي اللحظة. الولية دلوقتي زمانها مروشة من التليفونات اللي جات لها. واحد وحلف لها انه شاف القط في العراق، والتاني قال لها انه مقبوض عليه. وانا بعون الله بكرة اروح لها بحكاية جديدة خالص. قول لها انه ضحك على بنت من الصعيد وان اهلها عرفوا، انك شاكك يا اما خطفوه يا اما قتلوه رموه في الصحراء. تمام يا باشا. توكل على الله. خد بالك ما عندكش فرصة تغلط، انت شفت بنفسك الغلطة معايا ملهاش علاج. سلام يا باشا. هتبطل وساخة صح؟ وساخة ايه؟ انت دخلتي هنا ازاي وعايزة مني ايه؟ عايزة اقتلك عشان اخلص البشرية منك. وتخلصي البشرية مني ليه وحد اشتكى لك؟ استهدي بالله. طيب شاهد على روحك. طبعا انا مش متوضي، انا مش عندي ذنوب كتير، هروح النار والله هروح كده النار. مش هتنضف يا ليسي. مش سيبك من ليسي دلوقتي، انت ما تضيعيش مستقبلك عشان واحد تافه زيي خالص. ما هو التافه ده قاعد بيلعب بمستقبلي. لا لا لا، طيش طيش طيش. وبعدين انت من بسان السلطانية قبل كده. هقتلك وهتتأيد ضد مجهول. ابوس ايدك اديني فوق. طب ابوس ايدك اديني. ابعد. حاضر. خليك ورا. عايز ايه من نديم يا واطي؟ نديم فخري مين؟ ما اعرفش حد اسمه نديم فخري اصلا. نسيت نديم فخري ده. نديم اللي انت بتشمشم وراه زي الكلب. زي الكلب؟ اديك قلت زي الكلب. حد يمشي ورا كلب؟ وبعدين نديم فخري ده لو عايز اوصل له يعني، ما انا معايا التليفون وكنت بعت له مسج وحكيت له القصه كلها. عشان غبي وغلبان. والله العظيم انا غلبان. انا لوك 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 بس، لكن افهم ما بعملش حاجه. وانا مش غلبان، كنت مشيت وراك لغايه ما اديتني خازوق. عشان واطي وتستاهل. معلش. طب سامحيني،
والله العظيم انا يعني ومهدي البتاع ده عني. والله انا عامل كل اللي انت عايزاه بس مهدي البتاع ده عني. بهنا تهددني بميه النار. معلش معلش عيل عبيط عيل عبيط هنمشي ورا. هو تسرق تليفوناتي؟ انا مستعد اعمل لك اي حاجه والنبي الا اللي تقتلني والنبي. طب انا هديك فرصه تثبت بيها انك راجل يا مره. ما انا ما انا مره انا مره بس اعمل لك اللي انت عايزاه. والله اعمل لك اللي انت عايزاه. تشيلني وتشيل اختي من دماغي ونديم فخري ده ما تقربش ناحيته. حاضر. ولو عرفت انك بعت حد من طرفك يقول له كلمه كده ولا كده وحياه بنتي لسفرك فوق. لا انا ما بحبش السفر ما بحبش السفر انا ما بحبش السفر. طب خد التقيله روح خالتك. انا رجعت الفيديو تحب اوريه لك؟ لا شفته كتير شفته كتير مش هشوف. والله ما هشوف. ورقه طلاق اختي توصل لها؟ لا والله العظيم هبعت لها ورقه الطلاق. طلقها طلقها. وحياه بنتي لا شيعك. اعمل كل اللي انت عايزاه. انا هعتبر انك مت يا ليسي بس لو ظهرت في حياتي تاني انا مش هسلم الفيديو للبوليس. لا انا هقتلك بايدي. لا ليسي مات ليسي مات خلاص ليسي مات. انسي ليسي ده بلا في حياتك ولا حياتك ولا اي حد. والله ليسي مات الله يرحمه. كمل نوم. لا انام ايه في حالة دلوقتي؟ نام. انا حاضر. ليسي نام ليسي نام. يا حلو صبح يا حلو طول يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طول يا حلو صبح نهارنا فل ونهارنا فل نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طول يا حلو صبح نهارنا فل ونهارنا فل نهارنا فل يا صباح الفل يا صباح الياسمين يا صباح البنفسج يا صباح الورد البلد المفتح على اخره يا صباح النعناع. قولي لي يا مريم انت بتحبي النعناع؟ بس تهت والاناه ولا يهمك ان شاء الله بعد ما تفطري هعمل لك كوبايه شاي بالنعناع اللي هي وبعون الله بعون الله بعون الله. كوباية الشاي دي بقى اللي هتسلك لي بزورك وتخليك تنطقي. هتمنى نفسي قوي نفسي ومنى عيني يا حبيبة قلبي اسمع صوتك. والله نفسي نفسي اسمع اللي جواكي. اكيد اكيد انت مليانة حاجات ومعبية كتير قوي نفسي اسمعها. نفسي تشوفك شايلة ايه يا مريم. نفسي اشوفك ايه يا حبيبتي. طارق طارق انا موجود يا يعني طارق طارق تعالى يا مريم عاوزاك. طنط ناديه دي مسكينه نزلت من الفجر عشان خاطر عيونك. ايوه عشان خاطر عيونك انت راحت تجيب لك اللي هتخلي الراجل اللي انت متجوزاه يهدى يجي زحف على ركب يقول لك طلباتك اوامر. تضحكي هتشوفي هتشوفي اصبري وهتشوفي. مش انا قلت لك هطلقك وحياتك انت لطلقك. هيحصل يعني هيحصل ومش كده وبس. لا ده انا كمان هجيب لك فلوسك اللي ورثتيها عن المرحوم ابوكي كلها على داير المليم ان شاء الله. حتى احبس لك اختك. لو وصل الامر ان انا احبسها احبسها ومش كده وبس. لا ده انا هفضح حارك قدام الراجل اللي ناوي تتجوزه ده وافركش لها الجوازه. ايه رايك؟ افركش لها الجوازه؟ عناي غالي والطلب رخيص. ده اسهل حاجه في الدنيا ان انا افركش لها الجوازه. صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا مريم؟ بتعمل ايه ده كله؟ بلبس نازل الشغل. يا ابني انت كل ما تشوف خلقيت تقول لي نازل الشغل شغل. انا نفسي اعرف بتشتغل ايه انت؟ وبعدين انت في ايه عاوز تقول ايه؟ احب اسيب لك الشغل ده واقعد لك في البيت. هتقعد جنب امك؟ اقعد جنب امي. هيبقى عندي اتنين ماما. اتنين ماما. لا يا حبيبي استحمل. لا يا ماما واحده قوي قوي. شكرا. روح. بس انت ما قريتش الجرايد النهارده؟ لا جرايد النهارده فيها ايه؟ النهارده اجازه يا حبيبي. النهارده اجازه؟ ده بأمارت ايه ان شاء الله؟ بأمارت ان مريوم عندنا. امال ايه؟ شفت بقى؟ يلا اقعد اقعد. يلا يا حبيبتي عادي. يا ابني يا ابني يا ابني خليك جنتلمان اسحب الكرسي كده. اقول لها اتفضلي اتفضلي يا مريم.
ايوه ما يعرفش يبقى جنتلمان ابدا. يلا حلو مد ايدك بالهنا والشفا يا حبيبتي. يلا هروح انا بعمل لكم الشاي. لا لا يا بنتي لا والله والله ما انت قايمه يا سلم ولدك الزعم اعمل لبنتي حبيبتي النور عينيا من جوه الشاي بايديا. يلا اعمل لك شاي واكلها واكلها ما تبقاش ايه. حاضر واكلها حاضر هاكلها حاضر. يلا حبيبتي خدي خدي الاسطوانه دي اسمعيها وبعدين كليها. يلا واكلها واكلها يا حيله هاكلها يا حلو الصبح يا حلو التوم يا حلو الصبح نهارنا فين. فكرتي في اللي قلت لك عليه امبارح؟ فكرتي في اللي قلت لك عليه امبارح؟ ليه؟ 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 اسمعي كلامي اقعدي هنا مفيش مشاكل بس اختك حل اللي بينك وبين اختك ما تسمعيش كلام حد. شكرا. مريم لو دي ملك لو سمحتي ردي عليها. مريم سكرك مريم سكرك ايه يا مريم؟ الله مريم الله 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 في ايه يعني انت طارق؟ طارق عملت لها ايه؟ قلت لها ايه شقلب كيانها على الصبح؟ انا لا قلت ولا عد. امال ايه اللي حصل لها؟ جات لها مسج على موبايلها قريتها عملت زي ما انت شفت كده. خش اسالها. مسج؟ مسج يا ترى من مين المسج دي؟ كله تمام سعادتك. مش عايز غلطة. دي أول مرة حضرتك تعتمد عليا في حاجة وهتشوف أنا قدها ولا لأ. فين أميرة؟ مشيت من بدري عشان تجهز الحفلة بالليل وسابت لسعادتك الظرف ده. طب اتفضل أنت. معتمد عليك. إن شاء الله. أيوة يا لقيتها؟ طب خليك ورا داليا دي هتوصلك لمدام رشا. اسمع اللي بقولك عليه من سكات. مع السلامة. نفسك تبدي ايه؟ دكتورة. دكتورة ايه؟ دكتورة اطفال. اشمعنى اطفال؟ عشان الحاجات التانية ما بحبهاش. ايه الحاجات التانية دي اللي بتحبها؟ الدكتورات التانية. الدكتورات التانية؟ يعني انت نفسك يبقى عندك مستشفى كده زي عمك مفيد؟ باصي ايه؟ هو انت راشقه في اي حاجه راكبه على اي موتوسيكل؟ يا عم باصي واخبص. خدي دي بقى شعب. شفتي بقى؟ خليها عشان. لا والله يا نهار اسود انت فظيعه. امسك مش عايز. احسن. بقول لك ايه؟ ما تكلمني شويه عن نفسك. اعتبر معاك المايك كده 20 دقيقة. 20 دقيقة؟ ايه كتير؟ انا لو كلمت عن نفسي صراحة محتاج مثلا 20 حلقة. محتاج حاجة زي جيم اوف ثرونز كده مسلسل كبير او ليالي الحلمية كده 4-5 اجزاء كده اقعد اقول بقى. يا سلام ده انت تلاقي حياتك فاضية مش محتاجة دقيقتين اصلا. لا والله انت شايفة كده يعني؟ صراحة لا خالص.
انت عندك كم سنة؟ يعني في البطاقة ولا في الحياة عادي؟ ايه الفلسفة الاوفر دي؟ ما تخلص. لا بجد بجد، بصي ركزي كده، فكري فيها كده. البني ادم بيبقى ليه سن في البطاقة، بس ملوش اي علاقة بالإشادة. يعني انا اللي شفته يديني مثلا 75 سنة، بس في البطاقة 35. راح عليا عشان مخي على قد، كنت بدبلر السنة في سنتين وساعات في أربعة. تخيلي انا خريج ايه؟ ايو سي. انت خريج ايو سي؟ وانا شكلي بيئة قوي كده يعني؟ مش قوي، بس ما تجيبش ايو سي خالص. لا ايو سي، وكنت ستريت ايز يعني، كل حاجة على امتياز يعني، كل حاجة. وكنت جامد جدا في الجامعة والله، كنت من الناس يعني اللي بغشش العيال كلها. وبعدين ايه اللي حصل؟ ما بقتش اي حاجة، بقيت عادي تمام زي ما انت شايفة كده. هو انت ما بتخرجش من هنا ابدا؟ وبعدين ايه حكايه الموبايل اللي مش معاك دي؟ ده موضوع كبير قوي. طب ما تحكي، ما احنا عندنا وقت يعني، قدامك 20 دقيقه. هو انا عارف اقول حاجه؟ انا كل ما اتكلم تنط في بقي. بصي، انا ابويا كان في السعوديه. يا نهار اسود، انت هتحكي لي من اول ابوك؟ شفتي؟ مش هقول. عنك كمل. ابويا كان مقاول كبير قوي في السعوديه، كان بيعمل كل بيوت الامراء والناس الكبيره والتقيله قوي في السعوديه، عمل فلوس كتير قوي. امي جت ضحكت عليه، خدت كل الفلوس وهربت مع واحد واتجوزته. قوم ايه بقى؟ قوم انا كنت الفتره دي داخل لسه في الجامعه وبتاع، وقمت قلت اطلع على امريكا. سافرت وكنت كرهتهم هما الاثنين خالص، ولا طايق ابويا ولا طايق امي، بس كنت عمال اسحب منهم فلوس بشكل عبيط. عامل اتدلع دي شويه اتدلع على شويه، اقعد اسحب في فلوس وانا في امريكا. لحد ما حصل ايه بقى؟ فجاه ابويا توفى. فجاه في نفس اللحظه، سبحان الله، وفي نفس السنه. امي الراجل ضحك عليها، خد كل فلوسها، وفجاه بقيت على حديده خالص بقى، مفيش اي حاجه. من واحد في ماسترز وماس كوميونيكيشن وبتاع، لتحت الارض اندر جراوند مفيش. اشتغلت كل حاجه، ويتر، بغسل مواعين، صحون، بنزينه، كله. لحد ما اشتغلت مع واحد امريكاني من اصل لبناني. ايه؟ عنده عزبه كده كبيره قوي تكساس، واشتغلت عنده سواق على عربيه نقل. وقعدت انقل بضايع وحاجات لحد ما ظهر لي واحد ابن ورا كده اصمت نجر يعني. والراجل ده كان كارهني جدا مش عارف ليه، وكان بيحط مخدرات. هو اصلا طلع كوك ديلر، انا ما كنتش اعرف. كان بيحط بقى مخدرات في العربيه. والله انت قبض عليك. انت شفت فيلم ده قبل كده؟ لا ما تقولش ده بجد ده ولا ايه؟ اكيد بجد، ما يعني بنخع. وبعدين؟ مفيش، اتمسكت واتسجنت في امريكا. بقولك انا شفت امريكا من تحت بقى بجد. وبعدين؟ مفيش بقى، وقفت جنبي بنت مرات الراجل، سبحان الله، ربنا وقفها لي جنبي الصراحه. وقعدت يعني قعدت وانا في السجن تظبطني وبتاع، دفعت لي الكفاله والمحامي والحاجات، وكمان اشتريت لي تذكره طيران وشحنتني على مصر. اوكي. قصة طويلة كانت فعلا عايزة وقت. صح. بصي احنا قعدنا نرغي كتير ونسينا. فين داليا؟ زمانها جاية، متستعجلش. طب هاتي مش كانت وحشة دي؟ بقول لك ايه يا نادية؟ نادية اسمعيني بقى كويس وركزي معايا. الحوار اللي انت عاوزاه ده مش هينفع بالنهار ابدا ابدا ابدا. من غير ليه؟ الدنيا زحمة هنا قوي والناس رايحة جاية، هيقولوا ايه؟ هيقولوا ايه الراجل اللي بيعمله الراجل المجنون ده؟
هيرش ميه على عتبة الباب ليه؟ ايوه طبعا هيقولوا كده. ايه الشيخ وهبه ماله مصمم تبقى بالنهار؟ طب ويجرى ايه لو رشينا الميه دي بالليل؟ يا ناديه بالليل احسن، الدنيا هتبقى طراوه والميه هتفضل كتير مش هتنشف بسرعه صدقيني. مصر على كده؟ طيب طيب يا ناديه، طيب روحي انت دلوقتي وانا هكلمك بعدين لما الدنيا تهدى شويه. مع السلامه. انا اتعامل معايا الصح. لا بصراحه انا اتبهدلت يعني حقيقه، انا اتبهدلت. انت لو تكون صريح معايا وتقول لي قصه الفيديو ده انا هعرف اساعدك. فيديو يا ابني؟ انا جبت سيره فيديو. امال هي جات لك ليه؟ جات لي لقيتني داخل على الراجل اللي اسمه نديم فاخر ده، قلت اما تسكني قبل ما ادخل عليه. طب ليه كده يا معلم؟ ضيعت مني النصابه ده، انا مزوق. بس يا عم بس خلاص بس في ايه؟ راجل في البيت انت عبيط ولا ايه؟ اه استبدل، عملت ايه؟ تمام يا استاذ، ركبت لك كالون ست تكات الماني يا استاذ الاصلي. اي خدمه ثانيه يا استاذ؟ ست تكات بحالهم؟ ايوه يا استاذ، وادي المفاتيح كمان اهي. ده زي الفل والله. اي خدمه تاني؟ طب حسابك كام؟ حسابي ما تخلي علينا المره دي يا استاذ. يلا احسن، اتكل على الله. لا لا لا، انا عايز 450 جنيه يا استاذ. 450 جنيه وانت مركب ايه كلام ب 450؟ انت بتستعبط؟ هم 250 جنيه مفيش غيرها. هات 200 جنيه، شوف 200 جنيه معاك. تاخد 50؟ خد معيش غيرهم، على طول كده مقلبني. 250 من 450 جنيه يا استاذ. خد احمد ربنا انا معاك 250 جنيه. ماشي انا اللي غلطان، اللي جيت لكم هنا. ماشي انا اللي غلطان. والله انا غلطان اني اديلك فلوس اصلا. ماشي ده انت حاج. ايه ده؟ ايه ده؟ الراجل ده اللي جابه هنا. الراجل ده اللي جابه هنا. هو انت متاكد ان ده عمها؟ ايوه يا عم متاكد ان هو عمها. بقول لك ايه، دول شكلهم بيراقبوك وبيدبروا لك حاجه. والله العظيم؟ اه والله. كنت ناقصه ده كمان. تعالى يا عم. غلطة وصلحتها. طيب يا ريت تكون رجعت عن اللي في دماغك وبلاش محاكم وفضايح. في الحقيقة أنا طلقتها. طلقتها؟ أيوة. كان لازم يحصل من زمان. أنا عمري ما حبيتها. ما كانش في بينا أي مشاعر. عشان كده أنا كنت متفق معاها إن إحنا نأجل موضوع الخلفة شوية. لأني كنت متأكد إن في يوم من الأيام هقولها لأ، خلاص مش هينفع نكمل مع بعض. طب وكنت اتجوزتها ليه؟ ولا تكونش بتغزني؟ عشان ارد لك الالم اللي انت اديتهولي. اصرارك على الطلاق كان بيدبحني. عارفه احساس انك تبقي عايزه حد وهو مش عايزك؟ احساس قاتل. طب انا كمان يمكن كنت بصلح غلطه. يمكن تكوني هترتكبي غلطه افظع بجوازك من نديم فخري. راجع نفسك يا ملك، ويا ريت تحطي رنا قدامك. Thank you.
احتفلوا بيك. بتتكلم بجد؟ تجوزيني؟ انت مجنون. انت ازاي ما تقوليش؟ انا نديم يعمل فيا كده؟ يا عقلي بلاش جنان. انا همشي. بقولي بلاش جنان، هو كان عايز يعمل لها مفاجأة، ايه المشكلة في كده؟ انا مش عارفة اتنفس، انا مش هقعد. بقولك هو مركز معاكي قوي دلوقتي. نديم عمره مركز معايا. ده اللي حصل. من دلوقتي انت تحلمي وانا احقق لك احلامك. انا فعلا حاسه اني بحلم. احلم؟ انت مجنون. انا بحب جنان. ايه كل ده؟
سايبيني كل ده قاعده لوحدي ليه يعني؟ عادي بقى بنتحاسب وبتاع. ما يكون ضحك عليك، ده نصاب كبير. خلي بالك كل حاجه كاتباها هنا اهو. لا والله، وانصب على مين دي؟ ما تخافيش على صاحبتك دي، تنصب على 20 واحد زيي، دي جانجستر. ما تقلقيش، فلوسك هرجعها لك على دار مليم، بس ترجع لي فلوسي الاول. طب بمناسبه فلوسك بقى، في حاجه مهمه هي مكسوفه تقولها لك، بس انا عايز اقولها لك. مكسوفه؟ دي بتتكسف؟ دي اكبر شرشحه في بلدك، صاحبتي اول واحده علمتني الانحراف. طب خدي ام دي. ده ايه ده؟ بص يا رشا، كل واحد هنا لازم يضمن حقه. انا لسه مقضيها دلوقتي على الشيكات جوه عشان اضمن حقي عندها، هي كمان لازم تضمن حقها عندك، فبليز امضي الشيكات دي. ماشي امضي. ايه المشكله يعني؟ مش انا؟ فين الانا؟ ينفع امضي بربوش؟ السلام على الازاز. ولا بالايلاينر؟ لا كده تو ماتش بقى، كده لطافه قوي، بطلي كوميديا وانجزي، طلعي قلم يا بنتي. خدي. هو اني ما بحبش سنه، بس يلا بقى عشان ما كسفكوش. معلش تعالي على نفسك شويه. اديني مضيت لك على الدفتر كله عشان تضمني حق. ميرسي يا بنتي. انا ايش بقى غير اضمن حقي انا وحد يقول لي اشوف بنتي ازاي؟ ما تلاقيش بقى الموضوع ده خالص، البنت دي محضره لك خطه، انما ايه؟ بيرفكت. En ce silence amer, j'ai décidé de pardonner. دي احلى مفاجاه حصلت لي في حياتي. لسه مفاجآت كتير. في ايه تاني؟ خطط لي ايه؟ انت هتشوفي بنفسك. هيحصل شوية شوية. لا على طول. مرة واحدة كده. لا ولا ما قلناش ولا ايه؟ ولا لا لا مش هقول لك. يوه انت هتقرفني بقى. خلاص اقعدي، رايحه فين؟ هقول لك اقعدي. بص يا ستي، البت دي جابت لك صوره طبق الاصل من المحضر اللي نديم فخري بيقول فيه انه ما طلقكيش وانك على ذمته وان كل المكتوب في جرايد والمجلات مجرد اشاعات. ايه رايك؟ يا صايعه حلو ده. ولسه اقول لها بقى على بقيه الخطه ولا ايه؟ لا لا ما تشغلش بالي بتفاصيل، عشان الموضوع لو فكس انا هزعل، وانا مش عايزه ازعل. لا ما تزعليش صراحه، احلى حاجه في البت دي انها مديها دماغها اجازه.
وهفضل مديها اجازه لحد ما تقولوا لي ان نديم اتقتل وان كل فلوسه بقت بتاعتي. ما تخافيش على رنا. انت مش طبيعي. عرفت ازاي اني بفكر فيها؟ بكره الصبح هتلاقيها قدامك هي والناني بتاعتها. وقبل ما ندخل اوضتنا النهارده هفرجك على اوضتها. مفيش مخلوق يقدر يمنعك عن بنتك. انا مبسوطه قوي. طيب هتنبسطي اكتر لو قلت لك المفاجاه اللي جايه؟ ايه تاني يا نديم؟ هفرجك كمان على اوضه مريم. بجد؟ طبعا. ميرسي قوي. دي بقى هي المفاجاه الحقيقيه. انا مبسوطه قوي. أنا عارف إنك ما تقدريش تعيشي من غيرهم. دول روحي وقلبي. خلاص. وزادوا واحد دلوقتي. مين بقى؟ مالكش دعوة. لا ماليش دعوة إزاي؟ نعم. نعم إيه بس؟ نعم إيه؟ إيه في إيه؟ أول مرة تشوفني؟ تعالى هنا. تحبني؟ أوي. مجنونة صاحبتك دي هتجنن أمي. كل شوية في حالي، شوية مجنونة، شوية عقلة، شوية مش عارف إيه. إيه قاعدين بتتوتروا دول؟ ولا أي حاجة، أنا عايزك دلوقتي تيجي بس تعالي تعالي تعالي. اقعدي في سيجاره بعد ما تنزلي كنا بيلا سيجاره ايه يا ابني بالدماغ اللي الواحد عاملها دي. تشاو يا حبيبتي. باي. ما صحاش اصلا من النوم بسبب خطتك الجهنميه دي. ما تقلقش خلاص. لا والله ماشي يلا هكلمك. ها هكلمك تليفونات. ها يا بنتي الهوفر شغال 24 ساعه. فين الزبين يا ابني؟ طبعا مش عايزه اخد جنتات. انا مش عايزه افصل دماغي. انت خدتي سطرين وركبتي القطر وطالعه بقى. ها انا عايز انزل لو سمحتي بليز. لفي جبين اول ما اخش استحمى والنبي بليز. يلا زنان قوي. شوفش وشك هنا تاني. يلا في عيد. مفيش حاجه يا ملك، كله تمام. انا بره، تصبح على خير. فتحت الباب ليه؟ انا يوسف دي. انا عارف الراجل ده. الراجل ده اللي كان مع عماد القط. انا فاكراه كويس كده، يبقوا عرفوا مكاني. وقعتيني معاك. الله يخرب بيتك. مين الراجل اللي فكني منه ده؟ انت مال اهلك؟ مين ده؟ احنا لازم نقول لداليا كده يبقوا بيراقبوها. بس هنقولها ازاي دلوقتي وانت معكش موبايل؟ انا مش فاهم يعني ليه. ما تخلصي اخلصي شويه. اوكي انا هخلص. سؤال واحد وهخلص خالص. هو انا المفروض اقعد هنا ولا المفروض امشي دلوقتي ولا اعمل ايه؟ Thank you.
ملك ألف مبروك. طارق إيه المفاجأة دي؟ ربنا يبارك فيك عقبالك. إن شاء الله. أعرفك ابن عم طارق. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. حلوة أوي المفاجأة دي. ميرسي أنت منور. ميرسي ثانك يو. مساء الخير. بعد إذنكم. اتفضل. اتجوزت؟ اتضح ان المسج اللي جات لها لما كانت قاعده عندنا هنا في البيت وقامت تجري واتلخبطت كانت من نديم فخري بيطلب منها انها تحضر ايفنت مهم. يا ابني انا عارف ده كله، انت هترغي في المرغي ليه؟ اهدى يا فهمي اهدى، هو ذنبه انها اتجوزت؟ كمل يا حبيبي كمل. مفيش يا ستي، وصلنا هناك اكتشفنا ان لا في لا ايفنت ولا حاجه وده فرح نديم فخري على ملك. با 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 با. طب مريم، مريم فين يا حبيبي؟ ما جبتهاش معاك ليه؟ مريم هتعيش معاهم. نعم؟ هتعيش معاهم يعني ايه؟ هتعيش معاهم. ما ترد يا ابني. الله ما تهدى يا فهمي، ما تهدى. بقولي هتعيش معاهم. طب هو يعمل ايه يعني؟ هيشدها من دماغها ويجيبها لغايه هنا؟ لا، يسيبها لهم، يسيبها لاختها الصالحه وتبقى بصفها، وكل اللي انا عملته ده يهدهولي بثانيه واحده. عارف يا ريت انت هتموتني ناقص عمر. اه والله هتموتني ناقص عمر. الله ما تهدى امال، هو ذنبه ايه؟ ذنبه انه كان لازم يرجع بيها يا ناديه. الله في ايه؟ ايوه يا ابني افهم بقى، حد يبقى في ايده ساعه الماس الماس ويرميها كده ويسيبها ويمشي؟ ها يا ابني دي مفتاح الكنز وفي ايدينا، تسيبه تروح تديل لناس تانية غيرنا؟ حرام عليك حرام عليك يا بابا. طب انت كنت عايز ايه؟ بلا بابا بلا نيلة. بابا ايه ونيلة ايه؟ تعملش حاجة يا حبيبي، خلاص خليك جنب امك. سيبني انا بقى اللي هعمل افكر، بلا بابا بلا نيلة، سيبني افكر هعمل ايه في اللي جاي. ماشي؟ اقعد حيلة جنب امك. النبي دلعي الحيلة على قد ما تقدري يا حيرة ماما، تعالى اقعد جنب ماما. حاضر هقعد جنب ماما اتفضل. اه يعني اه. الراجل ده جراله ايه؟ ماما عندنا اي حاجة تتاكل؟ عشان أنا واقع. ذوقك حلو أوي في كل حاجة. أنا ذوقي حلو عشان اخترتك. مش شايف إنك استعجلت. أنا اتأخرت. بس أنا في حاجات كتير ما تعرفهاش عني، كان نفسي أحكيها لك عشان ما بقاش خبيت عليك حاجة. أنا ما يهمنيش اللي فات، اللي يهمني اللي جاي. متفق ان احنا بنبتدي النهارده؟ صباح الفل. الدلع ده كله من هنا ورايح دلع. فطار في السرير وغدا في السرير
والعشاء كمان في السرير. انا بقول لك انا مش متعود على الدلع ده. نتعود بقى. صباح القشطه. صباح النور. انا مش متعود على الدلع ده على فكره. نتعود؟ ما ردتش على تليفونك ليه؟ بقى انا يبقى معايا الحلاوه دي وارد على تليفوني. يمكن حاجه مهمه. مفيش اهم من كده. بس انا بحب القهوه الصبح. French coffee is being made. I like French coffee kisses. Actually, French kisses comes first. خبر الوقت اتأخر. طيب متأخر. واحنا مش هننزل تحت ولا ايه؟ ناقص تقولي نروح الشغل كمان. لا النهارده شغل لا، ممكن بكره. يا سلام. هيعرف يجيبها غيري. بعد كم يوم، بعد كم شهر، بعد كم سنة، لما تحتاجيها هنبعت مريم تجي. انت شكلك كده مش عايز تخرج من الأوضة خالص. أنا مش هخرج من الأوضة النهاردة. الركن ده اللي احنا فيه ده مش هخرج منه خالص. أنا لو خرجت من هنا هيحاكموني بتهمة إني مجنون. بس أنت امبارح اكتشفت انك مجنون رسمي. انا مجنون بيك. وانا مجنونه بيك. يا ريتني قابلتك من بدري. ابتديت دلوقتي بس احب عمري. ابتديت دلوقتي اخاف للعمر يجري. شوية لخبطة بس يخلصوا. نسافر على فينيس أو برا أو أي حتة تختاريها. نعمل هانيمون. هانيمون؟ لو أنت فاكر إن أنا هكتفي بهانيمون 10 أيام وبعد كده خلاص الحياة تبقى عادي، أنا هخلي لك حياتك كلها هانيمون. ده ايه الكلام اللي يفتح النفس ده؟ وتقولي له اخرج من الاوضه، انا مش هغادر المكان. فرح، عارفه لو ما كانتش الظروف اللي حصلت لي كنت عملت لك فرح كبير جدا. هو اللي حصل امبارح ده مش فرح، ده احلى من الفرح. فستان احمر وطرحه بيضا. بعدين الفرح مش مهم، المهم مين العريس ومين اللي كانت جوه الفستان الأحمر. صحيح، بس أنا برضو كان ممكن أعمل حاجة أجن من كده. كفاية جنان، كفاية جنان. أنت لسه شفتي حاجة؟ أنا شايف إنك خلصتي فطار. بس فطار كفاية فطار بقى. شبعان بعدين خلاص. أنا رانا الحياة بتصعب عليا، ما ينفعش نسيبها وحيدة كده، لازم نجيب لها أخ بسرعة. أمال مش مبطو خالص الحقيقة.
اهلا يا مريم، اهلا وسهلا. مين؟ رنا تحت؟ رنا تحت. بجد؟ استني كده، رايحه فين؟ عايزه هلبس الشبشب. تلبسي الشبشب ازاي؟ لا لازم تلبسي حاجه. هنغير وننزلك. مين اللي وحش مامي قوي؟ مين؟ مامي يا حبيبتي، كنت هموت واشوفك. كمان عشتيني قوي. وحشتيني قوي قوي قوي. مظلومه. ربنا يبارك في حبيبي. ايش كنت تقولي؟ حبيبتي والله ان انا كمان ما كنتش اعرف. مبروك يا روحي. ميرسي يا حبيبتي. هاي سعدو. هاي. هاو ار يو؟ مبروك يا روحي. ميرسي. ربنا يبارك فيك يا استاذ جمال. ما قلتليش بقى مين اللي قالك؟ انا اللي قلت لك. وفرحت قوي قوي لما عرفت. بقى انت كنت عارفه كل حاجه هتحصل امبارح وما قلتليش؟ لا انا اتفاجئت اول لما جيت. انا اصله الطلب مني ولا اتصل بيكي ولا اقول لك على اي حاجه. دي كانت اوامر نديم بيه. مفاتيح الفيلا. تصدق الفيلا دي هتوحشني قوي. انا كمان انت هتوحشني قوي. يا روحي انت استني شوف اوضتك الجديده. اهلا 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 اهلا. اوبا وحشتني وحشتني وحشتني. ازيك يا جمال؟ ازيك يا نهى؟ الله يبارك فيكم. ازيك يا انكل نديم؟ انكل ايه بقى؟ لا انا اسمي نديم بس، بالكتير بابا نديم. اوكي؟ تيجي نروح نتفرج على اوضتك؟ ممكن نتفرج على اوضتها؟ ممكن نتفرج على اوضتها. يلا تعالي. نديم بيه. ايوه جمال. لحظه، كنت عايز. لا انا مش عايز يا جمال، قول لها ما تكلمنيش، مش هرد عليها. اعملوا بقى حاجه لوحدكم يا اخي. بقول لها اعمل كل حاجه بنفسي. ايه ده؟ ده مش معقوله ابدا، دي حاجه مش معقوله. مش معقول كده 6000 واحد ولازم انا اقعد اشتغل؟ انا مش عارف. عايز اجازه بقى. مش عارف اوضتك دي اول اوضه سكنتها في البيت. ميرسي. اوكي انا عايزه كيف موضوع. انت حكايتك بالظبط. قولي لي بقى رامي، رجعي بقى وخلصيني بجد. ده انت كانت الفرحه تنط من وشك لما طردته. ايه اللي بس بس حصل؟ مش وقت دلوقتي، انت عروسه. عروسه برضو؟ ماشي يا سنجل. ايه رايك؟ شفت السرير معمول ازاي؟ على شكل مركب. بالظبط. حلوة؟ ميرسي قوي يا انكل نادي. انكل تاني؟ احنا قلنا ايه بقى؟ ماشي يا بابا نادي. صح كده. صح صح. ستي وده بيتك. حلو قوي. واي حاجه تعوزيها تقوليها لي على طول. تقوليها لي، ما تقوليهاش لماما. ماشي. انا اعمل لك الحاجات في ثانيه كده. هاي ريتشو، ايه الاخبار؟ الجو بره عامل ايه؟ امانه مالك، ما تقلقش. تعودت عليك على فكره. انا كمان. مفيش امل تخرج من هنا خالص؟ بتهزري صح؟ بعد المصايب اللي حصلت دي كلها اكيد هخرج، اشوف لي اي حاجه تلمني. هبقى اخلي داليا تكلمك وتظبط معاك عشان نتقابل. ماشي. طب يلا عشان اتاخرتي يا داليا. يلا.
يعني ايه هربت منك؟ تقب وتغتز وتجيبها من اي حته حالا، فاهم؟ اخبيها. ما قلتيش يا مدام على فين ان شاء الله؟ مش عارفه. الله، مش عارفه ده بقى اسم حي ولا شارع؟ بتهزر؟ خليك ماشي لحد ما اقول لك، وبقى على جنب كده اقف عشان عايز اركب قدامي، ما بحبش اركب ورا. ماشي. صباح وقشطه بالسلامه. داليا 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 داليا، ازيك؟ ايه الاخبار؟ جبت الحاجه ولا ما جبتيهاش؟ قولي لي انك جبت الحاجه، عشان لو ما جبتيهاش انا هتضايق قوي 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 على فكره. دي واحده بس، اخش الحمام مره. استنى، بقول لك اخش الحمام وانا هكوت. قول لي الاول، انت عارف ان صاحبتك اتجوزت نديم فخري؟ اه عرفت عرفت. ليه بتفكريني؟ ها ليه بتفكريني؟ انا بصراحه المود بتاعي زي الزفت من ساعه ما عرفت. وعلى فكره صاحبتي دي اللي في الايجنسي بتقول ان هي عايزاني ارجع الشغل، هعمل ايه انا دلوقتي؟ ممكن تسيبي ايدي عشان اخش الحمام؟ صاحبتك دي بوظت لي كل المشاريع اللي في دماغي. ايوه، ما انا بوظت لي المشاريع اللي في دماغي انا كمان على فكره، مش انت بس. بعد اذنك. اسمها ليسي وما ينفعش يعرف. اوكي، حلوة اوضتك باربي زيك. ايه ده، هو ده بس اللي جالك من حاجتك؟ وانا كمان نص حاجتي لسه هناك، بكره الصبح اخدك ونروح نجيب بقيه حاجتنا ونقفل البيت كويس. هيوحشني البيت ده قوي مريم. طبعا انا مبسوطه قوي انك جيتي تعيشي معانا هنا، بس الموضوع ده لو مش هيريحك وعايزه تفضلي في بيت بابي هناك انا ما عنديش مانع، دي حياتك الشخصيه وانا مش هتدخل فيها، لكن طبعا انا افضل انك تبقي معانا هنا. يعني منه ان نبقى كلنا مع بعض انا وانتي ورنا، ومنه اني اطمن عليك. انا في حاجتين عايزاهم منك، ينفع اقولك عليهم؟ اول حاجة زي ما قلت لك موضوع الليسي، مش عايزة نديم يعرف عنه حاجة ابدا. انا مش قايلة لنديم انك متجوزة اصلا، بليز. الحاجة التانية، انا مفهمة ان الحالة اللي انت فيها دي نتيجة حادثة العربية مع بابي الله يرحمه، يعني القصة اللي بنقولها لكل الناس. ماشي، وموضوع الليسي ده خلاص قرب يتحل، هيطلقك تاني بالجزمة فوق رقبته، حتى لو اضطريت اديله قرشين ويحل عن زمانة، بس المهم ان دي ما يعرفش. انا مستعدة. يلا يلا، انا جعانة، قومي نتغدى، حضروا الاكل تحت. بالحق، اخبار عمك النصاب ايه؟ بيسخنك عليا يا مريم؟ بيملى قلبك غل مني كده برضو؟ لغيت التوكيل. طب عادي، هو انت يعني فاكراني هزعل ولا هعمل مشكله؟ بالعكس، ده انت كده ريحتيني. يا بنتي انا مش نصابه زي ما عمك بيقولك، ده هو اللي نصاب.
هنصب على اختي، اختي اللي من لحم ودم. انت عبيطه. ماشي يلا قومي، لازم نتغدى كلنا مع بعض تحت. قومي تغيري ليه، انت شكلك حلو. اوكي براحتك. انت مالك بتبصي للفستان كده ليه؟ عاجبك؟ ده ذوق نديم. يلا ما تاخريش انجزي. بعدين بقى في الناس اللي احنا عايشين معهم دول، مش هيتغدوا معانا ولا ايه؟ مش عارف، شكلهم كده فعلا مش هيتغدوا معانا. طب هو ايه رايك لو مش هينزلوا هم، احنا بقى ايه؟ ناكل. انا كنت عايز اقول كده والله. ايه رايك؟ ده احسن حاجه. مش كده برضو؟ اه مامي جت، مش هنقول لها اي حاجه من اللي كنا بنقولها، اللي بيننا وبين بعضينا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ عشان ريحه اسرار. أسرار مين؟ ده إحنا عندنا موضوع الأسرار ده بكتير. يا راجل إيه ده؟ أسرار؟ في حد باعني النهاردة. أمال فين ماري؟ نازلة ورايا. طيب بعد ما نتغدى أنا عايز أقعد معاك أنت ومريم شوية. بخصوص إيه؟ ميرسي، مش عاجبني إن في مشكلة بينك وبين عمك. والله يا نديم ولا أنا، بس أعمل إيه؟ نحلها؟ أي مشكلة عندك نحلها. أنا هنا. أنتِ أحلى حاجة هنا. هو أنا أقدر؟ أنا ما أقدرش. مين بقى اللي عازم نفسه على الغدا معانا ده؟ لا أنا بغير. بتغيري؟ أنا ما أقدرش. بس أنا مش غيرانة عليك، أنا غيرانة على رنا. آه يبقى أنا هضيع كده، لو خشيت بينكوا أضيع. طبعًا. أنا قلت كده برضه، الناس دول مش فاهمين إن أنا اتجوزت. يا جماعة والله العظيم أنا اتجوزت، يا أميرة والله اتجوزت، افهموها بقى. معلش أصل كان في حاجات ضرورية ومهمة جدا حصلت وأنا حاولت أوصل لك ومعرفتش. قال يعني مش قادرين يشتغلوا من غيري؟ ربنا ما يحرمنا منك. أنا جايبة الورد ده لمدام ملك. Thanks. Welcome. عقبالك. Thank you. حياتك إن شاء الله. اتفضلي يا أميرة، اتفضلي. أهلا وسهلا. أول حاجة زي ما قلت لك موضوع الليسي، أنا مش قايلة لنديم إنك متجوزة أصلا. بليز. الحاجة التانية، أنا مفهمة إن الحالة اللي أنت فيها دي نتيجة حادثة العربية من بابا الله يرحمه، يعني القصة اللي بنقولها لكل الناس. ماشي. حبيبك محتاج 250 ألف جنيه بكرة. ليه بقى إن شاء الله؟ هو قال لي يا مريم، أنت ما سمعتيش العيال أصحابي إمبارح هما بيتكلموا عن المشروع الجديد اللي هيعملوه؟ سمعتهم. طب وشفت منظري كان بايخ إزاي لما قعدوا يقولوا لي هتدخل معانا ولا لأ؟ ما عرفتش أرد عليهم؟ وأنت هتجيب الفلوس منين؟ هو أنت حيلتك حاجة؟ ما هو أنت بقى لو تسلفيني ال 250 ألف جنيه وأردهم لك من الأرباح. أصلاً أنا مش معجبة بالمشروع ده. ليه مش عاجبك يا ماري؟ إيه اللي مش عاجبك فيه؟ إحنا في الأول هنجيب عربيتين بالقسط وبعد كده نشغلهم. بعد فترة يعني أبقى رئيس مجلس إدارة شركة بتأجر عربيات. يعني هي فرصة أنا أستقل عن أبويا وأنت تستقلي عن أبوكي. ولا أنت يعني عايز ابننا يجي لأبو عاطل من غير شغل؟ ابننا؟ آه.
أنا ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده. طب ما تفكري في الموضوع ده، أو تعالي نفكر أنا وإنت في الموضوع ده سوا مع بعض. يخرب بيت كده. أكيد هما أكيد. صراحة أنا ابتديت أتخنق منهم. والله وأنا اتخنقت منهم أنا كمان. طيب طيب إيه يا جدعان، في حد يخبط كده؟ إيه يا ميشو، في حد يخبط؟ مريم فين؟ مريم إيه؟ إيه اللي هيجيب مريم هنا يعني يا عم؟ أنت هتستهبط؟ عربيتها راكلة بره، يعني إيه هنا؟ أنا هنا. حبيبتي محتاج 250 ألف جنيه بكرة. قولي لي إني جبت الحاجة، عشان لو ما جبتهاش أنا هتضايق قوي. مريم فين؟ مريم هنا، أجيبها هنا، ماليش حاجة مريم. بابا نديم ما يعرفش خالص إن في حاجة في حياتنا اسمها ليسي. المشاريع الكبيرة دي عايزة كل الناس تساعد فيها، إيد واحدة ما تنفعش. يعني الاثنين اللي جاي رئيس الوزراء هيحط حجر الاساس للمدينه بتاعتنا. دي اخبار حلوه جدا. عشان كده عاوزين نجهز لليوم ده تجهيز جامد جدا. واحنا مش جاهزين ولا ايه؟ انا قايل من شهر. اهلا يا حبيبتي، اتفضل. ايوه، ما احنا كنا مستنيين بس رئاسه الوزراء يردوا علينا ويحددوا لنا الميعاد. واحنا من امتى بنستناهم يحددوا الميعاد؟ احنا بنشتغل لحد ما يحددوا الميعاد. نديم، انا متبرعه بكامبين المدينه دي، سواء أودور أو ميديا. أنا متأكد إنك هتعملي كده. هو في كذا شركة مقدمة لنا أوفرز. أوفرز إيه يا أميرة؟ بتقولك متبرعة. ما هم كمان متبرعين. حلو جدا، زيادة الخير خيرين. المشاريع الكبيرة دي عايزة كل الناس تساعد فيها، إيد واحدة ما تنفعش. في حاجة تانية؟ آه طيب، أنا هقوم أشوف مريم، اتأخرت لي. عادي حبيبتي، عادي. اوكي اتكلمي. اصل البوب جالك وكان عاوزك ضروري، كان بيحاول يوصل لك ومش عارف، وظاهر انه عارف حاجه بخصوص مكان مدام رشا. عاوزك تشوف لي الحاله اللي في 206 اذا كانت تعمل عمليه الصبح ولا لا. اللي فهمته من قصه العمليه مش هيقدروا عليه. مش مهم، الصندوق اللي عامل المهندس نادين فيه فلوس الحالات اللي زي دي. اوكي، هطلع اشوف الحاله وابعت رساله التقديم. اوكي شكرا. مفيد، في حد جوه في انتظار حضرتك. صدقت كلام أخوك عني؟ أخوك هو اللي كان خاطفني، ولما هربت من حبسته جيت لك على طول عشان تشوف لي حل معاه وتطمني على بنتي. وحشتني، بتبص لي كده ليه؟ قلت حاجة عيب ولا غلط؟ ولا هو حرام إن بنتي توحشني وتجيلك عشان تخليني أشوفها؟ أنا فكرت أروح لك على البيت، بس قلت بلاش، أجي لك هنا أحسن عشان نعرف نتفاهم مع بعض. نتفاهم على إيه؟ أنت مش عارفة أنت عملت إيه في بنتك؟ عارفة، أكيد عارفة، بس هصالحها لما أشوفها، وهي أكيد هتسامحني. أنا ما كانش قصدي يبقى دمي تقيل معاها كده لما جت تسلم عليا.
بس اخوك هو السبب. تصرفاته معايا هي اللي بتخليني اعمل كده. تصرفات اخويا؟ انت بتستعبط يا رشا. مفيد اروك، انا مش جاي لك عشان نستفز بعض، انا جاي لك عشان انت راجل عاقل محترم وهتفهم كلامي وتستوعبه كويس. وعشان انا زهقت لدرجه اني بفكر انتحر. اه والله انا ما بقولش اني ما غلطتش، غلطت، بس مش معنى اني غلطت اني افضل طول حياتي هدفع تمن غلطتي دي. خلاص هو مش عايز يرجع لي، هو حر، بس يسيبني اشوف بنتي. ومش كل شويه يخلي رجالته يخطفوني في اماكن مقرفه وطول الوقت يهددني بالقتل. انا رجعت نفسي وفكرت كتير ولقيت نفسي غلط. اه والله انا مش عايزه حاجه، مش عايزه اي حاجه، مش عايزه فلوس ولا الشركة ولا أي حاجة خدها مني. أنا عايزة بس يسيبني أشوف بنتي، أخدها كده في حضني، عايزة أشوفها النهاردة بأي طريقة. أنا مش عارفة أنا كنت بعمل كده إزاي، سيبها على طول مع الناني بتاعتها تعمل لها كل حاجة. ازاي ما كنتش باخدها في حضني وادلعها؟ بس هتغير، هتغير جدا، هعمل لها كل حاجه. انا اللي هاكلها وهشربها وهذاكر لها وهلعب معاها كل حاجه. وانا كمان هبطل اخرج واسهر واشرب، حتى السجاير هبطلها. والكوك بقى انت تعالجني منه. يا وصل كمان للكوك؟ تخليني شندة مني. قلت لك انا نفسي اركع رشا بتاعت زمان، فاكرها؟ فاكر رشا لما اتجوزت نديم كانت عامله ازاي؟ كانت حلوه مش كده؟ مش مهم. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ انت مش وعدتني توريني لوجي؟ وعدتك؟ ايه؟ بقيت تنسى؟ ولا رجعت في كلامك؟ ولا تكونش خايف من نديم؟ او مشترك معاه في الكذبه بتاعت اني سافرت دي؟ اوعى تكون قلت لها اني مت. مقلناهاش انك مت. لوجي هي اللي مت. ايوه بقى ابتدي بقى في الاشتغالات. قول بقى الكلام اللي ملوش معنى ولا لازمه ده خالص. دي اشاعه اخوك مطلعها هو عماد القط. عماد القط ده ضواطي باخد بسجاره. انا لما اشوف نديم احكي له كل حاجه. بس الاول يلا بينا نروح للوجي. حلو الاكل؟ حلو ولا رفدهم كلهم؟ قولي لي بس. لا حلو قوي. طيب عظمه، اميره دي مزعجه، قلبت لنا الغدا عشاء. بس هي السبب اللي هي جايه عشان يستاهل. ما كانش ينفع يتبعت لك بمسج ولا بورقه صغننه كده مع حد من السواقين ولا مع جمال. كان لازم تيجي هي بنفسها. هي اصلها عايزه توريني انها موته نفسها في الشغل، حاسه انها ايامها الاخيره. هتموت؟
لا مش هتموت اختك دي طيبه قوي قوي. انا همشيها لاني زهقت منها. تخلصي الطبق ده كله عشان انا لسه احط لك طبق تاني. رنا شطوره بتعرف تاكل قوي كويس. يا بنتي حرام عليكي نفسك، انت ازاي طايقه الاكل كده؟ هي بتحب السبايسي؟ مش ممكن يا نديم. طيب ما تسيبيها براحتها. براحتها وانا مالي وانا قلت حاجه. مس نادين يور براذرز اون فون. ثانك يو سالو. يور وكم. ايوه مفيد. امتى مفيد؟ خليها عندك ما تتحركش. انا مسافه سكه وجاي لك. مع السلامه حبيبتي. لازم اقوم حالا هكلمك. ما تناميش غير لما اجي. يا حبيبي مين شطور بياكل لوحده؟ شيل روحي انا. زي ما قلت لك حالة شوك مأثرة عليها وخليها مش مستوعبة اللي حاصل. يعني لو اتقدمت للمحاكمة يعتبروها مجنونة يحطوها المستشفى وبعدين تخرج تعيش حياتها. بس هي فعلا تعبانة. بلا تعبانة بلا بتاع. هي فين يا مفيد؟ هي فين؟ معرفش. ما تعرفش؟ المريضة اللي كانت في 104 فين؟ معرفش. أمال أنا اللي أعرف؟ كلمي الأبن قافل لبعد. تعالى بس كده. أوعى يا مفيد دي فضة. هتلاقيها يا نديل. لو ما لقيتهاش هغير الأبن في المستشفى. كنت لقيتها عند أخوك كنت هتعمل إيه؟ كنت قتلتها. قتلتها إيه يا نديم؟ أنت مجنون؟ مش هسيبها عايشة بعد ما قتلت بنتي. آه وتودي نفسك في داهية. أنا مش قادر أنسى بنتي. بنتي ما تفرقش تفكيري ثانية واحدة. مش قادر أنسى إنها راحت مداني. مش هرتاح غير لو خدت حقها. ما أظنش إنك هترتاح لو قتلتها يا نديم. بالعكس انت ممكن تعيش كل حياتك متعذب. انا مش هعيش متعذب عشان دي. لا مش عشانها، عشانك انت. متهيألي نديم الراجل المحترم النظيف اللي كل الناس بتحلف بسمعته مش هيعيش مرتاح بعد ما يقتل. نديم بشرب على الراجل بتاعك. يا نديم بشرب ما عملتش حاجة. أنا ما عملتش حاجة يا نديم بشرب. نديم
نديم انت سامعني؟ طب ممكن ما تخوفنيش من دماغك دي؟ وبعدين احنا مش اتفقنا ان الماضي ده خلاص رميناه ورانا وان الحياة قدامنا؟ اتفقنا ولا لا؟ اتفقنا يا نديم. انا حبيتك، مش مستعدة يجي اليوم اللي اشوفك فيه مش جنبي او تبقى معايا وانت مشروخ من جواك. يعني ايه يوم ما بقاش جنبك؟ انا هفضل في الحضن كده على طول. يا سلام، عشان كده سبتني وجريت تاني يوم جوازنا. انا اسف يا روح، غصب عنك. وفي كمان اسبوع واحد بس هغيب عنك فيه، بعد كده هفضل في الحضن على طول. نعم، ليه؟ نسيت ولا ايه؟ نسيت ايه؟ مش احنا بعتنا كل التحاليل والاشعه بتاعت رنا للدكتور في فرنسا؟ الدكتور حد من معاني ولازم تروح تقابله. بجد؟ للاسف بقى الميعاد ده جاي في نفس التوقيت اللي رئيس الوزراء هيفتح المدينه ويحط حجر الاساس بتاعها. يعني ايه؟ مش هتبقى معانا؟ غصب عنك. طب ما ينفعش تعمل اي حاجه تظبط الميعاد بحيث انك تبقى معانا؟ انا مش عايز ابقى معاكي برضه، بس هعمل ايه؟ الدكتور ده مشكله، لو ما كانش صاحب مفيد ما كناش خدنا ميعاد. حياتك عندي لعمل المستحيل وخلص وحصلك. اوكي، طب ممكن اخد مريم معانا؟ يمكن اشوف لها دكتور هناك يشوف حل للمشكله اللي هي فيها. افكار، انت تعملي اللي انت عايزاه. ميرسي قوي يا حبيبي، بجد ميرسي. عندي ليكي خبر زي الفل، هنسافر باريس انا وانتي ورنا. في دكتور هناك بتابع حالتها، حضري نفسك. بقولك ايه؟ احنا ليه ما فكرناش ان انا اروح اتكلم مع مريم بما اني صاحبتها يعني؟ اتكلم معاها في ايه؟ يعني اقول لها الليسي عاوز يرجع لك وعايز يكمل معاكي. ومين قال ان الليسي عايز يرجع لها او يكمل معاها اصلا؟ الليسي ملوش في الحب، الليسي عاوز يقفش. بالظبط كده. معلم الحوار بتاع مريم ده في حاجه مش مفهومه. تقول لي بس في ايه وانا ارسيك على الصح. ايه اللي مش مفهوم يعني؟ يعني في سر طلقتها. رجعت لها الصور اللي عندها. واتنزلت على البلاغ، وبعد كده رجعتها تاني، مش عارف جاي دلوقتي تقول ايه لو مش خفت بات لوحدك لحسن اختها تيجي تقتلك، ايه الجو ده يا عم؟ لا هو كمان عمال يراقب البيت ده كمان، عارف؟ انا مش فاهم، انت شفته من اخر مرة؟ لا. اتفكك بقى من الحوار ده، خلاص يعني، هما قرشين قلبتهم منها وخلاص. افكني من الحوار ده؟ لا يا حبيبي، مريم دي خدتني لغاية المأذون، يعني اتجوزتها، يعني لازم اقفش منها قفشة كبيرة قوي. طب انا دلوقتي مش فاهمة، انت ناوي تعمل ايه؟ ناوي كده وبخطط لخبور لملك اختها. يا ابني ما بلاش ام الجو العجيب بتاعك ده، والله
يا ابني انا لو رغيت الموضوع ده من دماغي ابقى تهتيت. يرضيك واحدة زي مالك دي تهتني؟ وانا قايل لكم الموضوع 50 مرة قبل كده. مش عارف اقول لك ايه والله. استنى ايه ده؟ دي مالك؟ مالك مين يا عم؟ مريم. مريم؟ صفة الجوزي لحد دلوقتي ينفع تمنعنا من السفر وتبعت لمالك القرار ده. سفر ايه وبتاع ايه؟ ويعزمنا احنا السفر ليه؟ وانت مالكش بليه؟ انت ليك مكان. اه حلوة دي. آه؟ صح. اه انا بعتلها اقول لها نسلك الموضوع ازاي؟ ما دام عايزينها منحة. صح. انت وقت بتفهم يعني. والله بتفهم. حاجات برضو كده لازم اديلك حتة في الاخر. هرد عليها. مش عارفة يا ملك، هي ورقة من مكتب محامي معلهاش أختام ولا أي حاجة رسمي، يعني من الآخر كده مش إنذار، فاهمة قصدي؟ واللي جايبها مش محضر، ده موظف عند المحامي ده. طب اديهيني بس أتكلم معاها، أتكلم معاها بس دقيقة واحدة. بصي يا ستي، مكتوب إن موكله خالد عبد اللطيف الليسي هياخد الإجراءات الرسمية لمنع زوجته السيدة مريم لطفي الجرحي من السفر. ايه؟ وعارف منين ده؟ ده احنا لسه فاتحين الموضوع ده بس امبارح بالليل. ماشي، ابعتي الورقه اللي جات لك لاستاذ جلال المحامي وقولي له مالك مستنيك تفتي. طب اديني بس اتكلم معاها، اتكلم معاها بس يا واحده. عايز ايه رامي بس؟ انا مش فاضيه له يا نهى. قولي له ركز في الشغل ويسيبه من لت النسوان بتاعه ده. لا مش محتاجه اعتذارات، خلاص نسينا اللي عمله وانتهينا. ماشي ماشي، سلام. رنا حبيبتي اطلعي شوفي لي مريم صاحيه ولا نايمه، لو صاحيه تنزلي على طول. وانت استنيني في اوضتك حضري البلاي ستيشن اللي جابها لك انكل نديم. أنكل نديم؟ احفظي مامي، اسمه بابا نديم، بيزعل من أنكل. طيب سوري، حضري البلاي ستيشن اللي جابها لك بابا نديم عشان نلعب جيم مع بعض، بعد كده نحضر شنطنا. بس الأول جاهزة للهزيمة؟ نعم جاهزة للهزيمة. طب ايه رأيك بقى ان مامي ما بتتهزمش؟ هنشوف. يا بنت متأكدة ان عندك 6 سنين بس؟ وبعدين هما 6 سنين دول قليلين. اه لا مش قليلين. روحي انتهي لي مريم. يا حاضر. نفسي اعرف الزفت اللي ياسي عارف انها مسافره منين. تقدر ان ما كانتش هي اللي قايله له. البت دي ما بيجيش مراها غير المصايب. ربنا ياخدك انت وهو في يوم واحد. حسبي الله ونعم الوكيل. بكره وبعده ايه الحلاوه دي يا ابني؟ مش هتنحنح؟ انا انت عاوز تسرعي توقعني من طولي. سيبك انت بس من وقعك والحاجات دي، جاي مبسوط وبتغني كده ايه؟ ما غنيش ليه يا اخويا؟ ما غنيش ليه يا هلا؟ ده انا لسه راجع من عند المحامي ومطمني اخر طمأنة. انت لسه برضه بابا اللي في دماغك ده في دماغك؟ حقي حقي، وانا لا سمح الله برمي جدتي وهاخد حق حد تاني؟ لا ده حقي وشرع ربنا كمان. ما هو انا بقى ما بقتش فاهمك. انا ما بقتش فاهمك. انت شويه تقول لي انا مش عايز حاجه ليا، الموضوع كله مريم وانا خايف على مريم من اختها لحقها يروح، وشويه تقول لي حقي وشرع ربنا. مريم مريم سيبك منها بقى، هي مش بعتنا وراحت قعدت معاهم خلاص. ده حتى ما اعتذرتليش يا راجل برساله ولا باس ان ام. بايه يا بابا؟ اس ان ام؟ اس ان ام يا اس ان ام؟ ايه اس ان ام دي؟ جديد عليا انا شخصيا، اختراع جديد ده انا ما اعرفوش. والله يا ابني انا كمان جديد عليا، انا بسمعهم بيقولوا كده اس ان ام. سيبك من مريم، سيبك من مريم، سيب مريم دي للزمن. اه اصل مريم جايه
صدقني يا ابني جايه جايه، لو ما جتش بكره هتيجي بعده، فاهمني؟ ايوه. بس عارف الفضل يرجع لمين؟ لامك. الله يكرمك. مالها امه بقى؟ مالها امه؟ لا مفيش حاجه حبيبي. مفيش حاجه. ايه اللي جاب سيرتي؟ يا ستي يا ستي بجيب سيرتي وعشان ايه؟ مالها امه؟ يا ناديه والله بجيب سيرتك بالخير. بالخير؟ طيب عملت اللي انا قلت لك عليه؟ ايوان. واول ما المهمه خلصت بسلام رحت طالع دغري على المحامي دايركت. اوعى تكون نسيت كلمه من اللي انا حفظته لك وانت بترمي الميه على عتبه بيته. عيب عليك يا نادي. دي الورقه اللي انت مديها لي اهي لسه مجيبها اهي. وايه قلت لي فيها ثلاث مرات وانا برش الميه برش الميه. ده ايه التخلف ده؟ ولا انت رحت قدام بيت واحد ومسكت ميه وقعدت ترميها على عتبه بيته واقول اشتوت اشتوت اشتوت؟ اسكت اسكت، انت مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه ولا عمرك هتفهم حاجه. لا انتوا اللي فاهمين. طبعا. ولا عارف اللي اسمه الليسي ده؟ الليسي ده عارفه. الليسي ده لو ما طلعش مريم في ظرف يومين بالكتير يبقى تعالى اتكلم معانا. هو انتوا عايزين بقى مريم تتطلق ولا عايزين ملك تتحبس؟ للليل. انا شخصيا عاوز للليل زي ما ابوك قال. للليل. طب بصوا بقى انتوا الاثنين اعملوا حسابكم ان حتى مريم دي لو اتطلقت انا استحاله اتجوزها. يا نهار اسود، هو اللي انا عملته ده ايه؟ انا مش فاهم اللي انا عملته ده كله ده ايه؟ انت بتقول ايه؟ انا زي ما سمعتوا كده، لو مريم دي اتطلقت انا استحاله اتجوزها. ولا خلاص. طب خد استنى. الله، يبقى حينقطني الواد ده، حينقطني. مفعول العصير بتاعك راح. لا عصير ده ايه؟ انا اعمله تاني. اعمل له عصير تاني. يعني ايه بيشم على ظهر ايده؟ انا وانت بس اللي نعرف الموضوع ده، ما كانش فيه تالت بينا. عرف منين؟ تعرفيش؟ وبعدين في الوقعه السودة دي انا مش عايزه فضايح، مش عايزه نديم يعرف عن الليسي بتاعك ده. انا شكلي هيبقى زباله قدامه. هقول له باسبورك ضاع. باسبورك ضاع ايه ده؟ يجيبه في ساعتين. بقى ما قلتي له مش ها؟ عارف لوحده. ماشي يا مريم، هعمل نفسي مصدقاكي. لما ارجع من السفر ليا كلام تاني معاكي. ماشي. ايوه استاذ جلال، وصلتك الورقه؟ طب وبعدين، هو فعلا ينفع يمنعها من السفر؟ كنت متأكدة من إجابتك دي. لا لا لا، حلول ودية إيه بقى؟ هفكر في الموضوع ده لما أرجع إن شاء الله. ماشي، باي باي. قولي لنا حل يا ست مريم. تقعدي؟ ماشي، أنا هسافر وأنت تقعدي، بس مش هينفع تقعدي هنا لوحدك. شكلها مش لذيذ يعني إن أنا أسافر وأسيبك هنا، ولا أنت ليكي رأي تاني؟ أنا رأيي تاخدي سادة وتروحوا البيت. بس هقول إيه لنديم؟ أعصابي، أنت جننتيني، جننتي أمي. مفيش وقت للحلول والقرارات. اقعدي هنا يا مريم. بس هقول لنديم ايه؟ هقول له اي حاجه بقى. عندك امتحانات دبلومه، عندك علاج مع دكتور، عند اي حاجه، بس المهم ما يعرفش. يلا يا مامي بقى. ايوه يا حبيبتي. مامي جايه حياتي. نفسي مرة واحدة تعملي حاجة صح في حياتك. على طول.
تغلطي وانا ادفع الثمن. انتي على طول متعصبه عليها كده. اعمل ايه بس يا رنا؟ ده انتي يا حبيبتي بتسمعي الكلام اكتر منها. بس هي طيبه. طيبه اه ما انا عارفه، بس بتعمل حاجات تغيظ. مين اللي بيكلمك؟ ده بوبي. طب قفلتي عليه ليه؟ اصلي بصراحة مش عارفة اقول له ايه. قولي له اني ولا اقول لك؟ لا تقولي ولا تعيدي. انت ما ترديش عليه خالص لحد ما نسافر.